بالبداية قبل ما أبدي الفيديو، أول شيء إحنا نشكر تركيا فتحت أبوابها ودخلنا وطبينا وارتاحينا، لكن مع الأسف بالفترة الأخيرة اللي صار فشوفوا الفيديو وبعدين اعطوني رأيكم بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة، آسف على الانقطاع، السبب أنه رجعت العراق شوية أمر بظروف صعبة. حبيت أوضح لكم فد مسألة. أنا طبعا نشرت على التيك توك أنه قلت أكو وضعية صايرة مو زينة من ناحية المافيات والعنصرية. أكو ناس مع الأسف علقت قالوا وين أكو الحكي، إحنا صار لنا 10 سنوات والأخ اللي صار 7 سنوات، أنا من الناس هم صار لي 7 سنوات ما شفنا شيء مو زين. يعني خلي نقول المافيات والعنصرية كانت كلش قليلة، لكن بالوقت الحالي أنا أحكي تعرفون السياحة، يعني مو السياحة كعام، لكن العراقيين ما موجودين، اللي هم كانوا الأتراك أكثر شيء أجرون للعراقيين، كانت تركيا أغلبها عراقيين وسوريين. هسه الوضع اختلف، تقلص الوضع على السوريين، العراقيين أغلبيتها رجعت. فش قاموا يسوون؟ مثلا أي واحد مفتح أسواق، مفتح قهوة، طبعا العراقيين أحكي إحنا شفتها بسامسون آني، يروحون ياخذون من عنده خاوة. ناس يقول لك ماكو هالحكي هذا. طبعا أنا ما أريد أذكر بالأسماء بالتفصيل يا محل ويا محل، لكن هاي الحقيقة. يروحون عليه تعال تطينا فلوس، تطينا ما تطينا كل شهر إحنا نعزلك. زائدا التركي إذا دخل بمسألة معينة هم راح يرجع يقول لك أنت ما طول دخلتني تطيني فلوس، ماكو شيء يعني بدون فلوس. هذا اللي حبيت أحكي. بالنسبة للعنصرية من فاز أردوغان، الناس الزينة زينة من علاقة بها، لكن أكو ناس بدت أبسط شيء ضايق لك الأطفال بالشارع. أنا من الناس جهالي ضايقوهم بالشارع، الناس قامت مثلا يشوفون واحد يحكي بالترامفاي بلغة عربية يتخبلون، صارت وياي وصارت ويا أستاذ أحمد الباش وصارت وغيره. هذا الثاني بوقتها طب للسوق اريد او مكان اصور براحتي، ما حد يحكي، ما حد يقول ايش دا اسوي، كنا نصور مواضيع نصور لكم على تركيا. بالوقت بالفترات الاخيره قمنا ما نقدر نرفع الموبايل ونصور فد موضوع معين، راسا ما تشوف الا يلتمون عليك شباب يقول لك ليش دا تصور او اقطع، يريدون يتعاركون وياك بكل الاحوال. زين، نجي من ناحية القانون. مع الأسف القانون بتركيا ما يحمي الأجنبي بصورة 100%. يعني أنت إذا صير عندك مشكلة ويا تركي، زين أنا أحكي هاي شيء، القانون التركي صح أكو قانون تروح محكمة يروح كذا أو القانون يأخذ مجرى واحتمال التركي ينسجن فترة، لكن يطلع مو مثل ما أنت كواحد عربي أو عراقي إذا صار عليك شيء تطب سجن واحتمال تنحكم. زين تنحكم، هذا الحكي شنو؟ انت ما اقول لك انت مظلوم، احتمال انت مسوي شيء صحيح، لكن التركي نوبات يوصل مرحلة يقتل ويرجع يطلع ورا 6 أشهر 5 أشهر. صارت عندنا حالة سرقة بسامسون، شخص تركي سرق ولد صديق إلي، يعني اخذ منه الذهب واخذ فلوسه من الشقة، بعدين رجعوا طبعا طب سجن، ورا ما طب سجن يمكن شهر زمان طلعوه، طلع بكفالة، ورا ما طلع بكفالة ياب الفلوس العالم فلوس ماكو، رجع لصاحبي سوى أخذ محامي ثاني سوى عليه شكوى ثاني وهم ذبوه بالسجن. صاحبي بعدين رفضت إقامته رجع العراق وذاك طلع من السجن مرة ثانية. زين، فهذا اللي دا يصير. أنت ثانيا أكو شغلة، أنت مثلا عندك شكوى ويا واحد، يعني ليش ما يحمي الأجنبي؟ مو بس عوف مشكلتك ويا التركي، أنت ويا شخص عراقي عندك مشكلة صارت وأنت أبو حق، من تروح تشتكي عليه بمركز الشرطة، وطبعا عن طريق محامي ماكو تروح انت مباشرة، عن طريق محامي وكذا، تدري القضية مالتك ايش قد، يلا تصعد محكمة ورا سنة ورا سنتين، يلا تصعد محكمة يلا ينظرون بيها، والله شنو زخم. يعني انت اذا عندك حق يم شخص وهذا الحق مالتك احتمال خلال شهر هذا الشخص يطير يتبخر، راح الحق مالتك، انت مجرد راح تصرف فلوس بالمحكمة وكل شيء ماكو. هذا اللي حبيت انوه عليه. ناس قامت تنتقد، انا بالنسبه لي انا احكي لكم الحقيقه، حكي دائما انقول لكم بالقناه القوانين. انا من الناس من كنت بتركيا وكان الوضع زين اشجع العالم تعالوا تركيا، تركيا رخيصه اجراتها حلوه خدمات، يعني نشجع العالم، هاي حقيقه شفناها بعيننا.
لكن بالفترة الأخيرة من صارت رفوضات بالإقامات، احنا ايش قد حاولنا ردنا نسوي حل ما صار. أردوغان الرجل ما يقدر يسوي شيء، معارضين هواي عنده، فصارت هاي الحالات. تقول لي ماكو مافيات وما شفت في شيء، انت ما شفت شيء، انت يجوز لا عندك محل ولا عندك، مثل ما اكو وحده معلقت لي بالتيك توكات انا عندي شقه صار لي 10 سنوات كل شيء ماكو، انت عندك شقه ما عندك محل، ما رحت مثل رحت فتحت ليش محل او مصلحه، ومن الوضع من يصير مو زين يجون عليك يقول تعال اعطيني فلوس. مو احنا شفناها بسامسون، يروح على ابو القهوه، يروح على ابو الاسواق، اكو واحد ما اريد اذكر اسمه طبوا على المحل ضربوا ابنه بسطوه بسطه قويه، والنوبه جابوا الاستخبارات وكاميرات وهذا سووا، ابو المافيا قاعد ويا الاستخبارات شرب شاي وطلع راح زين، كل شيء ما سووا له. فهاي الحاله هاي اللي صارت. على كل حال حبيت انوه لا اكثر ولا اقل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.